ظهري تقطم. احسن احسن، عشان انت عيل غبي. حد يفرج واحد تعبان في دماغه على ابراهيم الابيض؟ وانا شعرفني انه فيلم اكشن، انا طول عمري فاكره رومانسي. مش احمد السقا المفروض بيحب هند صبري؟ هو الاثنين بيحبوا بعض يبقى فيلم رومانسي؟ انت مجنون. سيبوكوا خالص من قصه الافلام بتاعه بيومي دي، انا هجهز لسته مش هتفرج غير عليها هي. بقول لكم ايه، لا افلام ولا بتنجان، انا سايبها تحت بيتفرج على كرتون وهادي خالص. كرتون ايه؟ الكابتن ماجد نجم الملعب. ها هو كابتن ماجد يقف في ملعبه كما يقف الاسد في عرينه، واثق من مهاراته، وسوف ينافس اليوم عدوه اللدود كابتن بسام. ترى من سينتصر اليوم، ماجد ام بسام؟ انا هنا كي اهزمك شر هزيمه يا ماجد. ها يا الهي بسام، ها لكني جئت كي احرز مزيد من الاهداف. وكيف تفعل ذلك وانا معي احسن حارس مرمى في الكرتون رعد؟ انه رعد احسن حارس مرمى بالفعل، لقد وقع ماجد في مأزق كبير. اليوم يوم الانتقام يا ماجد، لن ادعك تسدد او تحرز اي هدف. يا الهي رعد، لن تستطيع ان تحرز اي هدف يا ماجد وانا هنا. لحظات وتبدأ المباراة الحاسمة، مباراة البطولة بين فريق المجد وفريق الحرية، من سينتصر؟ إذن فلتبدأ المباراة ونرى من سيفوز. هيا يا ماجد، هيا هيا فريق المجد، النصر لنا. أوقفوا يا بسام. لا تقلق يا رعد، لن يعبروا مني أبدا. اليوم سوف أفوز، سأفعل ما بوسعي لإحراز البطولة، ولن يستطيع أن يوقفني بسام أو رعد. هذه مباراتي يا ماجد. ها أنت قد أتيت لي يا بسام، سأحرز الهدف لا محالة. لا لن تحرز يا ماجد. سأحرز. لن تحرز. قلت لك سأحرز. أرجوكم لا ترجوا كثيرا، لقد أصبتموني بالصداع النصفي. هيا يا بسام، لا تجعل ماجد يخطف الكرة. لن تحرز يا ماجد. يا إلهي ماذا يفعل بسام؟ الزحلقة الزاحفة الناحفة دائما ما تؤتي بسمارها. سوف أقضي على كل أمالك في إحراز الهدف يا ماجد. لقد خسرت يا ماجد. الزحلقة الزاحفة الناحفة، كيف فعلها؟ ولكني أعرف كيف أتخلص منها. يا إلهي لقد قفز ماجد وتخطى بسام، وسوف يسدد الآن. والآن وقت ضربة النسر. وها هو ماجد يسدد ضربة النسر. ماذا يفعل رعد؟ إنه يجري في الاتجاه المعاكس. يا إلهي ما حركته المعتادة، حركة المقص الهوائي. ويصد الكرة. عجباً. طباً. صحكاً. شكراً. أحسنت يا رعد. خذها يا بسام. وها هو بسام يستلم الكرة، ماذا سيفعل بها؟ والآن سوف أسدد ضربة النمر التي لا تصد ولا ترد. يا إلهي أنت تصوب علي يا متخلف، أنا معك في الفريق.